السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نحضروا السفنج. هذا السفنج شفتوه معايا من قبل، لكن حضرناه بالفارينة فقط، يعني الدقيق الأبيض، وحضرنا أيضا السفنج بالسميد لوحده. واليوم غادي نحضروا السفنج بالسميد والفارينة بطريقة جد سهلة ويجي خفيف بزاف. ما تنسوش أخواتي، إذا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم وتركوا لي تعليق تحت الفيديو. والآن سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. هنايا في الإناء راني واضعة بالضبط 425 مليلتر نتاع ماء، أكثر من دافي، ما يعادل 2 كوب غير مملوئين. غادي نضيفوا ملعقة كبيرة نتاع السكر وملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز أو خميرة الفورية. نضيف هنايا 100 غرام نتاع السميد الرقيق اللي نحضروا به الرقاق والمطلوع، ما يعادل نصف كوب، وهنايا تلت أرباع كوب نتاع فارينة أو دقيق أبيض أو 100 غرام، يعني وضعت 200 غرام بين السميد وفارينة. هذه في المرحلة الأولى. غادي نخلط جيدا هذه المكونات ونغطوهم ونخلوهم يرتاحوا باش نعطوا الوقت للسميد يمتص هذاك الماء ويولي طري، وايضا حتى نتحصلوا على خليط رغوي كما راكم تلاحظوا. هنايا في المرحله الثانيه غادي نضيفوا 2 كوب نتاع فارينه او دقيق ابيض، ما يعادل بالتقريب 300 غرام. نضيفوا ملعقه صغيره نتاع ملح وربع ملعقه صغيره نتاع خل. الخل يعتبر حافظ ومحسن. هنا لو كان عندكم العجان استعملوا هذا الانسترومون وتخلطوا العجينة، يعني تعجنوها جيدا حتى تولي ملساء وما تلاصقش مع البول. إذا ما كانش عندكم حاضر هنا يا شديرو تقعدوا تعجنوا فيها جيدا، غادي يطلب بعض الوقت، تقعدوا تعجنوا فيها حتى ما توليش تلاصق لكم في اليد، ولا استعملتوا العجان ما لازمش تلاصق مع البول، يعني هذا هو القوام وين تحبسوا العجان نتاعكم، يعني العجينة راها مطاطية وغادي تجيكم شابة من تحضروا السفنج. هنا العجينة بعد ما تحصلنا عليها غادي ننقلوها في إناء آخر نوضعوا فيه شوية زيت ونوضعوها تما. شوفوا هنايا القوام نتاعها لازم تكون هكا طالقة روحها. غادي هنايا ندوروها شوية ونغطوها ونخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها كما غادي تلاحظوا في الصورة. إما تغطوها بالغطاء ولا من الأفضل ديروا بلاستيك غذائي. في الأول أنا غطيتها بالغطاء لكن من بعد درت بلاستيك غذائي، لأن البلاستيك الغذائي حافظ على الحرارة ويتضاعف الحجم نتاعها بسرعة. بعد ما يتضاعف الحجم نتاعها كما غادي تشوفوا هنايا في الصوره، غادي ناخذ هنايا بلاطو ندهنوه بشويه زيت، ومن بعد غادي نكوروها الى كرات. هذه العجينه الاولى حضرت بها سفنج كبير، يعني عطاني بالتقريب بين 9 حتى 10 حبات نتاع سفنج كبير. دوك من بعد تشوفوا عجينه ثانيه حضرتها باش حضرت بها سفنج يكون صغير، يعني هذه الطريقه الاولى تاع القلي غادي نستعمل فيها الكاسرونه، لكن الطريقه الثانيه نستعمل فيها المقلاه العاديه. هنايا علاش نستعمل كاسرونه؟ باش من بعد مين تحطوا الحبه وهي كبيره على حساب الدائره نتاع الكاسرونه غادي بسرعه غادي تنفخ لكم. هنايا غادي نضغطوا عليهم شويه ونخلوهم فقط يرتاحوا قليلا، ماشي بزاف، يعني مباشره غادي نقلوهم، يعني ما تخلوهمش حتى يتضاعف الحجم نتاعهم. لو كان يتضاعف الحجم نتاعهم وتقلوهم من بعد غادي يجيكم مثل الخبز من الداخل. هنايا راني نسخن في الزيت، استعملت كاسرونه وهذا الكاسرونه بالتقريب غادي تعطيني نفس القطر نتاع السفنج، لذلك كبرت الكرات. هنايا كيفاش تحكموا؟ هنايا تحكموا كره وتقعدوا تفتحوا فيها، وانا دائما نبغيها تكون رقيقه باش ما تجيش معجنه بزاف من الداخل. شوفوا كيفاش تجي مطاطيه ما تتقطعش، يعني هذا هو القوام نتاع السفنج باش يجيكم كيما نتاع برا. هنايا في المقلاه الاولى راني واضعه فيها فقط شويه زيت، والزيت راه ساخن لكن درجه الحراره هي منخفضه. دائما نوضعوها في هذا المقلاه باش تعطيها الوقت من الداخل تنفخ لكم مليح وتجيكم منسوفه. غادي نفتحوها جيدا لانها من بعدها غادي تتقلص، ونخلوها في المقلاه حتى نشوفوا دارت هكا فقاعات من الفوق وعندها هكا احمرار خفيف من الاسفل. من بعد غادي نقلوها مباشرة في الكاسرونة وين تما غادي تنتفخ لكم جيدا. هنايا بعد ما شفناها باللي صايدالت فقاعات كما راكم تلاحظوا من الاسفل عندها احمرار راه شويه خفيف، غادي هنايا نحملوها ونوضعوها في الكاسرونة. الزيت اللي راه في الكاسرونة ايضا راه ساخن بصح درجة الحرارة راهي متوسطة، يعني ماشي منخفضة. الاول ساخن منخفضة والثاني الزيت يكون ساخن لكن متوسطة، وتقعدوا هكا في الوسط تحركوا فيها حتى تشوفوا هكا دارت فقاعات مليح وتحمرت من الاسفل. من بعد نقلبوها على الجهة الثانية ونخلوها تتحمر ايضا، وفي نفس الوقت نزيدوا حبة اخرى نديروها في المقلاة.
ونكملوا بنفس الطريقه. هذه الوصفه شفتوها معايا بالفرينه فقط، لكن اليوم استعملت السميد وتحصلت ايضا على سفنج خفيف ومنسوف مليح من الداخل. الملاحظه اللي نقدمها لكم تخص العجينه، انا هي الفرينه اللي استعملتها تمتص بزاف السوائل، لذلك استعملت هذوك المقادير. لكن لا شفتوا العجينه تاعكم تتلاصق بزاف، تقدروا تزيدوا شويه فرينه. انا ما اضفت فرينه، استعملت بالضبط 500 غرام بين سميد وفرينه، والماء 425 مليلتر. هنا كما راكم تلاحظوا هنايا طابت صايد حمرت كما غادي تشوفوا، ومن بعد غادي نفتح لكم وحده وتشوفوا القرمشه نتاعها. وغادي ثاني نحضروا عجينه ثانيه، لكن السفنج نستعملوه صغير وغادي نقلوه مباشره في المقلاه، يعني نستعمل زوج تاع المقلاه. هنا غادي تسمعوا القرمشه نتاع السفنج. من بعد تعجنت الثاني عجينه اخرى، نفس المكونات نفس طريقه التحضير، لكن كبرتهم الى كرات صغار، يعني غادي نحضروا سفنج حجم صغير. في هذه الطريقه استعملت فقط زوج تاع المقلات، الاولى تكون ساخنه ودرجه الحراره منخفضه والزيت فيها كميه قليله، والثانيه فيها الزيت عادي لكن تكون ساخنه ودرجه الحراره متوسطه. هنا في هذه المرحله لازم ترشوها مليح بالزيت كما راكم تلاحظوا باش تنفخ لكم، لان ما استعملنا الكاسرونه وضعنا القطعه في الوسط، الزيت في الجوانب بالتقريب كان روحه يجي فوق القطعه، يعني كنت فقط في الوسط نحرك فيها. لكن هنايا لازم تقعدوا ترشوها بالزيت الساخن حتى تشوفوها تنفخت عاد باش كملوا القلي نتاع بقيه القطع. هنايا كما غادي تلاحظوا القطعه تجي خفيفه والكميه تجي كبيره. في هذه المرحله لا فقط ملاحظة مهمة نقدمها لكم، إلا حضرتوا كمية كبيرة ولا تبقى لكم شوية سفنج تقدروا توضعوه في علبة، يعني في نفس اليوم ما تخلوش يصبح، ديروه في علبة ووضعوه في الكونجيلاتور، والغدوة كي تجبدوه ولا أي يوم آخر تجبدوه وتخلوه يدي كونجلا، وتقدروا تسخنوه شوية في الفرن ولا تستهلكوه مباشرة من يدي كونجلا، يقعد وكأنه طيبتوه في نفس اليوم، يعني كيما دسيتوه كيما تخرجوه. يعني أول مرة جربت هذه العملية وشفت بلي السفنج ما تغيرش من دسيته في الكونجلا. وصلنا إلى نهاية الوصفة نتاع اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم. نقولكم مع السلامة وإلى فيديو جديد.